أكثر من شهرين إحنا موجودين في المستشفى، تابعنا كل حاجاتنا، يعني كملنا النواقص اللي هي كانت ما موجودة. يمكن الجسم يعني فقدنا فيه حاجات كثيرة جدا، لكن حاولنا بقدر الإمكان إنه نوفر الأشياء اللي كانت ما موجودة في الجسم بالذات. يعني العملية فيها 3 غرف، ال3 غرف يمكن جزء كبير منها يتفقد، لكن بعد ذاك رجعنا عملنا إعادة تأهيل لبعض الحاجات، في بعض منه كان متعطل، صرنا بواسطة الهندسة الطبية، وفي بعض الإضافات للغرف الثلاثة، والحمد لله هي الآن من حيث الأجهزة، من حيث يعني الترتيبات مكتملة. الآن إحنا جاهزين نستقبل كل المرضى اللي بيتبعوا لجسم النساء والتوليد، من حيث العمليات، من حيث الولادات الطبيعية والتنويم. بجهود المواطنين والإسطاف نحن ماشيين كويس، ما في حاجة يعني ممكن نقول مفقودة كتير، حياة بسيطة، في جزء بسيط من أجهزة التخدير يمكن نكون ما في، لكن الجزئية الموجودة يعني ممكن تشقينا وممكن نبدأ يعني نشتغل عيانين، ما في مشكلة. لكن احنا بنناشد من هنا انه الناس اللي بتقدر توصل لنا كمية من الأدوية بتاعة التخدير، المفترض توصلنا في الأيام الجاية، احنا حنبدأ، لكن عايزين أدوية للاستمرارية. احنا اشتغلنا بعملية إحلال وإبدال يعني من الأجسام الثانية، المهم حنشغل الجسم، لكن لقدام حنحتاج لأجهزة بتاعة مراقبة مريض وأجهزة التخدير، ماكنة التخدير حنحتاج لكم ماكنة، لأنه احنا هسه شغالين شنو بس إحلال وإبدال، فمحتاجين للحياة دي.